الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، كلما أهلت علينا هذه العشر المباركة التي توجت بيوم النحر، وهو اليوم الأكبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر الإسلام، وحث على تعظيمه بإقامة الشعائر والنسك فيه. فإذا أهلت هذه العشر احتاج الناس إلى معرفة بعض ما يتعلق بها من أحكام، وأهم ما يتعلق بهذه العشر أو بيوم النحر أحكام الأضحية، أحكام الأضحية. فينهمك الناس في معرفة أحكامها وما يصح منها وما لا يصح وما يجزئ وما يجب وما يشترط إلى غير ذلك مما سنجمله ونبينه إن شاء الله تعالى في هذه الوقفات خلال الدقائق المعدودة. وقد جمع الشيخ خليل ابن إسحاق رحمه الله تعالى في مختصره كل ما يتعلق بالأضحية، فلم يترك مسألة صغيرة ولا كبيرة، شاردة ولا واردة، إلا وذكرها ونص عليها في مختصره رحمه الله تعالى. فمما قاله رضي الله تعالى عنه أرضاه: باب سن لحر غير حاج بمنا ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك. نقف هنا. صدر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان حكم الأضحية، ببيان حكم الأضحية، فقال رحمه الله تعالى: سنة، سنة لحر، أي أن حكم الأضحية سنة، سنة مؤكدة، يعني تجب وجوب السنن. هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، وقيل في المذهب بوجوبها، ولكن هذا القول ضعيف، والقول المشهور أنها سنة، ولذلك الشيخ خليل رحمه الله تعالى ذكر بأنها سنة، أي أن الأضحية من السنن إيش المؤكدة. في من يعني تجب وجوب السنن؟ على من تجب وجوب السنن؟ أو لمن تسن هذه الأضحية؟ قال: لحر، لحر، أي لا بد أن يكون المضحي حرا لا عبدا، وإن كان هذا العبد مشوبا بشائبة، يعني ما هوش معتوق عتقا كاملا. الحمد لله الآن لا يوجد هذا الحكم المتعلق بالعبيد، لا يوجد عبيد في زمننا هذا. قال: لحر، وهذا الحر لا يكون متلبسا بالحج، سواء كان هذا الحر يعني ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، لا يشترط في ذلك يعني سنا معينا ولا صنفا معينا، بل ذكر وأنثى، كبير وصغير، هذا الحر لا يكون متلبسا إيش بحج، لا يكون متلبسا بحج. قال: سن لحر غير حاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، ويخطئ كثير من الحجاج
أن الذي يذبح في ذلك اليوم من الهدي هو أضحية، يظنونه أن هذا الأمر أضحية وهو هدي، وإنما هو هدي. والهدي يتنوع يعني عدة أنواع، هدي الجبري وهدي التمتع وهدي القران إلى غير ذلك من أنواع الهدي، لكن من يعني يجمعه الهدي، يجمعه إيش؟ الهدي. فالحاج قلنا لا يسن في حق، لا تسن في حقه الأضحية، وإنما يسن في حقه إيش؟ أو حسب ما هو فيه من حال. قال شن يسن هنا؟ هذا سن لحر، ماذا يسن له الحر؟ قال ضحية. الضحية معروفة، ضحية معروفة، وأضحية وإضحية وأضحاة إلى غير ذلك. فالأضحية أو الضحية هذه هي ما يذبح من النعم، ما يذبح من النعم. ثم وصف هذه الضحية أو هذه الأضحية بجملة وقال لا تجحف. هذه الأضحية شرطها ألا تجحف، أي أنها لا تضر بالمضحي الحر ولا ترهقه ولا يعني تستغرق ماله الذي يحتاجه في عامه. يعني ثمن الأضحية هذا يكون زائدا على المال الذي يحتاجه في عامه. فإن كانت الأضحية ستستغرق ماله أو تستغرق جزءا منه مما يحتاجه لإيجار البيت أو للنفقة على الأهل والعيال أو ضروريات البيت فلا تسن في حقه، وهذا مما يجب أن ينتبه له ويلتفت إليه، لأن كثيرا من الناس يجهد نفسه ويرهق نفسه ويتعبها ويكلفها ما لا تطيق بتحمل أعباء الأضحية بالسلف، وإن أجاز أهل العلم ذلك لكن بشرط الوفاء. فالأضحية سنة، تجده يعني مقصرا في جانب الفرائض مما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، ويكلف نفسه ما لا يطيق في هذه السنة وهذه الشعيرة، وهذا أمر محمود إن كان لأجل إقامة الشعائر ولا يعني ليس لأنها عادة، اعتاد الناس أن يذبحوا وأن يعني يعملون أن يعملوا الشواء واللحم وغير ذلك من قبيل الزرق زي ما نقول احنا، لا. فإذا كانت الأمر كذلك فهذا أمر محمود، وإذا كان كذلك فهذا أمر مذموم، والإنسان كلف نفسه ما لا تطيق. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأضحية لا تجحف، أي لا ترهق صاحبها ولا تتعبه ولا تضره ولا تستغرق ماله. قال ثم قال رحمه الله تعالى وإن يتيما، يعني هذه مبالغة يرد بها على ابن الحاجب رحمه الله تعالى الذي لا يرى بضحية اليتيم أو بتضحية اليتيم بأن يضحي اليتيم، فما علينا في هذا التفصيل. لكن قال وإن يتيما، أي أن اليتيم يجوز له أن يسن في حقه أو يسن له أن يضحي، والذي يخاطب بهذا هو وليه إن كان له مال، إن كان له مال يعني وكان موسرا يستطيع أن يشتري الأضحية فلوليه أن يضحي عنه. ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى يبين أسنان هذه النعم أو هذه الضحية وهذه الأضحية. قال بجذع ضأن، بجذع ضأن. وجذع الضأن، جذع الضأن هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، هذا هو المشهور، ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ولا يشترط فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في الضأن أن يدخل في الثانية دخولا بينا، بل ولو نقص
من السنة يوم وإلى يومين وإلى ثلاثة، هذا لا يضر، لا يضر، بخلاف المعز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأجاز العلماء رحمه الله تعالى من المالكية أن يضحي المضحي بجذع الضأن الذي يبلغ من العمر 9 أشهر أو 8 على الأقل، أقل شيء 8 أشهر، ما تحت 8 لا يجوز ولا يجزئ أن يضحي به المضحي. قال هذا بجذع ضأن، بجذع ضأن. قال وثني معز، وثني معز وبقر. المعز، ثني المعز هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا، أي لا بد له من الدخول البين. مثل الفقهاء رحمه الله دخول البين، قال بك شهر أو شهرين، لا بد أن يدخل في السنة الثانية بك شهر، يوفي شهر، يستغرق شهر من السنة الثانية أو شهرين، لا بد دخولا بينا. وبقر، والبقر لا بد أن يعني يمضي عليه أو على ولادته 3 سنوات، ويدخل في الرابعة دخولا بينا وما شابه ذلك. وكذلك الإبل لا بد أن يدخل في السنة السادسة، لا بد أن يدخل في السنة السادسة إيش دخولا بينا. ونقف إن شاء الله تعالى هنا في بيان هذه الأسنان، في بيان أسنان الأضحية، ونكمل إن شاء الله تعالى ما نص عليه الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره من بقية الأحكام، ونحاول أن نجمل وأن نوضح المعاني دون الخوض في التفاصيل والخلافات الفقهية. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.